still see your shadows in my room. I can't take back the love that I give you. It's to the point where I love and I hate you, and I cannot change you, so I must replace you. Oh, easier said than done. I thought you were. أحبائي سعد صباحكم، صباح الخير. أتمنى يلقاكم صوتي بأحلى أوقاتكم، صحة فطركم. بونجور تول مونتي، جود مورنين، بونجورنو. أوديو اليوم عميق جدا في مفاهيمه في معناه، وبسيط جدا في كلماته. أتمنى أنه يوصلكم بكل طاقته. أشكر كل من خط لي كلمات حب على المنتدى ويسأل عليا دون أن يسأل. هذه معادلة الحب اللامشروط، أن تحب شخصا آخر من دون أن تطلب منه أي شيء. وأشكر كذلك اللي سألوا عليا وحطوا كذلك سؤال، ولكن للأسف معظم الأسئلة اللي حطيتوها قد أجبت عنها. يظهر لي أني في السابق أخبرتكم أني شخص لا يعيد نفسه أبدا، مش راح تشوفوني ولا يوم وأنا أكرر نفسي، فلا تسألوني أسئلة قد أجبت عنها. وإن لم تفهموا بالطريقة اللي أنا أعطيت بها المعلومة، مش راح تفهموا في أي مكان آخر. هذا مش تثبيط، لا أبدا. لماذا؟ لأن نقول هذا الكلام لأني أنا كل محتوياتي عطيت فيها طاقة، عطيت فيها جهد دباغ عند خباي بروفيسيونيل، وعطيت فيها طاقة حب. فإذا أنت ما فهمتيش فللأسف الشديد، يا إما أنت في علاقة مع شخص نرجسي وهو في طريق وأنت في طريق، وأنت يعني كل منكما يغني على ليلى. أو للأسف أنت بعيدة كل البعد عن مستوى العلاقات الروحية اللي فيها تبادل طاقي وكومبليمونتاريتي أو تكامل على مستوى الذبذبات الروحية. لذلك فمن الصعب وشبه المستحيل أن تصل إلى نتيجة ما، أو أن تصل إلى نتيجة ما. وكانت خلات هاد السيدة تعليق قالت ما عادش نفهم شيء، أعتقد اسمها فريسول، حابكم تقرأوا تعليقها لأنه تعليق مهم جدا. قالت أنا نشوف فقط النساء اللي هم في الانتظار، أما الرجال سواء كانوا طاقات يانج أو طاقاتين هم كلهم في الهروب. هو مش هروب، هو بكل بساطة هم ناس عايشين لأنفسهم مش عايشين للآخر. وانا اصلا القاعده في كل محتوياتي انه كل واحد يعيش بطاقته، يعيش روحه. وهذا هو محتوى اليوم، السعاده. ما هي السعاده؟ السعاده الوهم الذي يبحث عنه الجميع. راح نعطيكم تفسير عميق جدا، اتمنى انكم توصلوا لي في يوم من الايام في حياتكم. اتمنى من صميم قلبي أنه يجي عليكم يوم وتوصلوا لهذا المفهوم اللي راح أقدمه في هذا الأوديو. أول شيء راح نبدأ به إيه حق قبل ما ننسى، بالنسبة لمحبي سلسلة طاقة الحياة، كنت حضرت لكم أوديو ولكن جاء طويل، يعني جات فيه تقريبا ساعة ولا لا 50 دقيقة شيء كما هيك، فقسمته عن دو بارتي، جزئين، وراح ننزل لكم اليوم. مش راح نحرمكم من متعتكم. قلت السعادة كمفهوم أو كرغبة نفسية هي سعادة قبل الوعي. سعادة هي مبدأ أو مفهوم يطارده الإنسان الغير واعي. حطوا عليها 1000 سطر. سعادة مفهوم أو وهم يطارده الإنسان غير واعي، فيما يعيشه الإنسان الواعي بطاقته بذبذبته نصنطه ببغتوى يوميا. السعادة بتعريفها العادي هي حالة روحية وعاطفية وعقلية في نفس الوقت، وهي خاصية
إنسانية. لماذا؟ لأنها متعلقة في الغالب بروح الإنسان، ولذلك فالإنسان الوحيد هو اللي يبحث عليها. يعني بقية الكائنات أو بقية الذبذبات الموجودة في العالم لا تبحث عنها، لأنه بكل بساطة ما عندهاش رغبات، ما عندهاش أوكين ديزير. يعني تعد السعادة عند الناس أعلى مستوى، أعلى مستوى يرجوه الإنسان في حياته، أعلى مستوى من الاتساق أو من الراحة أو من المتعة يرجوه الإنسان في حياته، وهي في الغالب شرط نفسي ذاتي. يعني السعادة عندك مختلفة عن السعادة عندي، مختلفة عن السعادة عن شخص آخر، لذلك هي سوبجكتيف ذاتية، هي شرط نفسي ذاتي غير موضوعي ولكنه إيجابي. هنقول لكم لماذا هو إيجابي نوعا ما، لأنه يعلي طاقة الإنسان. يعني الإنسان لما يكون سعيد يكون في حالة ذبذبية عالية، سونيتا فيبراتوار يكون عالي، طاقته تكون عالية. ولكن للأسف هذا المفهوم أو هذه الحالة المبحوثة عليها عند الناس هي حد، كذلك هذه الجملة حط عليها ألف ستار، هي حد أو حدود للوعي البشري الكوني. يعني الناس بصورة عامة على الكوكب لا يمكنها أن تتطور في الوعي طول ما هي متشبثة فكرة السعادة الأرضية هذه، لأنه الوعي فينالمان الوعي ما هو الوعي؟ لازم له إمبريش، لازم له فتحة يدخل منها إذا صح هذا التعبير، أو يعم من خلالها في عقول البشر. فإذا كانوا كل البشر في وعي القطيع مش راح يكون عندنا هذه الأبغيش أو هذه الفتحة، وبالتالي نبقى دائما محدودين في نفس الوعي، في نفس البولاريتي سموها لا كونسيونس بولاريزي. إذا قلت البحث عن السعادة هو حد للوعي البشري الكوني في نفس الوقت، يعني في نفس الوقت اللي مليح على المستوى المادي مش مليح على المستوى الروحي. هو حد لأنه يدخل الواحد منا في بعد آخر، يعني بعد نفسي أسترالي، وين تولي العاطفة هي المتحكمة في الإنسان. أنا مثلا لن أكون سعيدة إلا مع فلان، أو لن أكون سعيدة إلا إذا كنت غنية، أو لن أكون سعيدة إلا إذا كنت كذا. ممكن عندي هنا دايما شروط، عندي دايما شروط لتحقيق هذه السعادة. وهي هذه السعادة على المستوى الطاقة، على مستوى الطاقة لما تعيشها هي تحرر من كل شروط الحياة. لماذا؟ لأن الوعي، الشخص الواعي يعني بعد الوعي، تقول العاطفة ما تأثرش على العقل عنده. لماذا؟ يعني يقول لي يخرج من سيطرة كل المناورات السمائية والأرضية، رح يعرف بواسطة وعيه أن السعادة مش موجودة في الروح. لما الإنسان يوعى رح يعرف أن السعادة مش موجودة في الروح. سوني با اون اوبسيون، سي با ان بروغرام، يعني هو مش برنامج جينا واحنا مزودون به ثم فقدناه ونحاول نرجع ليه. لا، السعادة مش اوبشن ملازمة للروح. الإنسان الواعي يعرف أن السعادة مجرد وهم، لأن الروح ليس لها عواطف. الروح سيتون فريكونس، ما عندهاش عواطف، هي طاقة سيون انرجي اللي بها نعيشه، ليس لها عواطف. وهنا الإنسان بدل ما يبقى يبحث عن السعادة راح تو سامبلمون ببساطة يتذبذب مع الطاقة التي تناسب جسمه ونفسه وعقله
وطاقته بصورة عامة. يعني أوليو بدل من بحثه على السعادة كمفهوم قابل لأن يتحقق أو عنده شروط قوانين لازم نحققها حتى نحصل على السعادة، نولو نحنا عايشين السعادة كل يوم من خلال تجليات الطاقة على جسمنا وعلى حياتنا وعلى واقعنا بصورة عامة. وهنا تتحول السعادة من رغبة، ما انساف لو ديزير، من رغبة نريدها إلى حالة نعيشها. هذا الفرق، تولي كما قلت في البداية النطاع فيبغاتوار نوصلوا ليه. الحالة هذه تسمح لنا أننا نكون أولا في صحة، في صحة جيدة، ونتغلب على أي مرض أو أي فيروس أو أي شيء واجهنا. تسمح لنا كذلك أننا نسعد الآخرين. ما أنت لما تكون سعيد tu es capable de donner du bonheur aux autres. أنت لما تكون فرحان أو سعيد تقدر تعطي سعادة للآخرين، ولما تكون حزين وسلبي راح تدخل الناس في طاقتك وراح تبعث نفس الطاقة للكون. المشكلة مش في الناس فقط اللي بمحيطك، المشكلة في كمية الحزن وكمية السلبية اللي غادي ترسلها للكون. هذه المشكلة. فإذا كل ما كنت إذا توقف اللايف، كل ما إذا كنت في حالة سعادة، كل ما كنت في صحة وفي اتساق مع جلودكم ومع أنفسكم، تولو تعملو سكون أبيل إن كومينيو أو اتحاد مع الروح. والكلام هذا نعرف أنه ممكن صعيب على البعض، لكن نعرف أنه قريب كذلك للبعض. هذا هو جمال الإنسان، أنه فيه كل الأوعية، البشر فيهم كل الأوعية. فهنا رح يتحل الحوار، لما تكون سعيد رح يتحل الحوار مع الجسم، رح تفتح حوار مع جسمك وطاقته، وتفتح حوار مع عقلك وطاقته ومع نفسك وعواطفها كذلك، وتعيش نوع من السلام الداخلي والحوار الداخلي اللطيف المستمر والهادئ. مع ماذا؟ مع وعيك. انه راح تدخل دون ان ايتا دو كونسيونس، راح تدخل في حالة وعي جديدة ما تعرفهاش من قبل. مش الظروف اللي تسيطر عليك او مش الظروف اللي تحكم في حالة وعيك، وانما انت من يتحكم في هذه الحالة. يعني لو نكلمكم بلغة بسيطة، ما تعودوش تتشاجروا أو تتشاكلوا أو تتصادموا مع دواخلكم، مع أنفسكم. خلاص راح توقفوا الحرب مع أنفسكم. ولما توقفوا هذا الحرب أو هذا الصدامات مع أرواحكم ستسكتوا. ما أنت كنت تتكلم، تخيلوا اثنين يتكلموا، واحد يتكلم والأخر يتكلم في نفس الوقت، لا الأول يفهم الثاني ولا الثاني يفهم الأول. لكن لما تسكت أنت وتوقف الصدام وتوقف الحرب مع روحك راح تسكت وتسمع لها، لأنه في النهاية هي الشيف، هي المعلم، هي القائد، مش انت، مش عقلك، مش جسمك، مش نفسك. لما تسكت وتسمع لها راح تبدا حوار جديد مع لماذا، لانه في الاول ما انت ما كنتش فاهمها، هي كانت تحكي معك، ديما تحكي معك، ولكن ثرثرتك وثرثرت عقلك المبالغ فيها والمستمره ما خلاتكش تسمع لها. فلما تسمعها لاول مره ستجد ان الحوار معها بسيط جدا وسهل. سين لونغاج فيزيك، حوار فيزيائي 100%، ما عنده حتى علاقة بالعاطفة ولا بالعقل ولا بالأسترال ولا بالرغبات ولا بالذكريات ولا بالمستقبل ولا شيء. هو ببساطة نسخة لن تجدها، نسخة منك أنت، ولكن لن تجدها أبدا في السوق. هي نسخة أوريجينال خاصة بك، وانت وصلت لها اخيرا، وصلت لها هذا النسخه. هذه مثل ما قلت الان غير موجوده بالسوق البشري، يعني انت الوحيد اللي تعرفها وانت الوحيد اللي تتعايش معها.
وهذا ما يجعلك سعيدا. لماذا؟ لأنك أنت راح تخرج من القطيع أو راح تخرج من لا بولاريتي، لا كونسيونس بولاريزي، أو الوعي الممنهج، الوعي المبرمج اللي برمجته الجماعة وبرمجه الإيغو البشري إلى آخره. السعادة عند الناس هي مرحلة من مراحل الوعي. السعادة عند الناس بسرعة عامة هي مرحلة من مراحل تطور الوعي، مثل ما عقلنة العواطف هي مرحلة من مراحل التطور العاطفي. انت لما تعقلن عواطفك ترجعها إكيليبري وترجعها خاصة بك انت فقط، دخلت في مرحلة جديدة من مرحلة العاطفة وصبحت عندك ما يسمى بعقلنة العواطف. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنك صبحت إنسان يفهم كل المناورات التي تجري حولك، سواء من الناس في الأرض أو من السماء في الأسرار، وخرجت منها خلاص، ما عادش ولا شيء يأثر عليك، يأثر على عاطفتك. لماذا؟ لأن عاطفتك اللي هنا تولي تجي من المصدر، تجي من الطاقة الكونية دايركتلي مباشرة، فيهاش وسائط، يولي جسمك عايش بالطاقة الأصلية للكون، وهي طاقة جميلة جدا، طاقة بوزيتيف، يعني ما فيهاش أي شوائب، ما فيهاش أي مشاكل. قبل الوعي مفهوم السعادة هو أجمل مظاهر الحياة النفسية التي يطمح لها الإنسان ويبحث عنها بين الناس، بين الأعمال، في المحيط، في الطبيعة إلى آخره. بعد الوعي تصبح السعادة قطعة مدموجة، قطعة مدمجة من شخصيتك، من شخصية الإنسان. ولهذا يخلق بداخله وعاء جديد أو نمط جديد من الشخصيات لاستقبال هذه الطاقة النفسية الجديدة، وينسى تماما أو يروح من ذهنه تماما ذكريات البحث عن الرغبة النفسية اللي كان يطاردها، اللي هي مفهوم السعادة الأول. لأنه السعادة هي بحد ذاتها كحالة، كطاقة، مش كبرنسيب أو كمبدأ، هي في حد ذاتها صبحت جزء من حياته، من شخصيته. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأنه الإنسان، إنسان غير واعي نتحدث، عايش في الفئة الطاقية التي ينتمي إليها الوعي عنده، يعني عايش في مجتمع معين وفي دولة معينة وبلغة معينة وإلى آخره، شهادة معينة أحيانا إلى آخره، يعني تخصص معين. فبالتالي هذا الإنسان راح يوجد نفسه دائما محصور في الإيغو اللي تمثله الحياة اللي يعيشها، والإيغو هذا يدخله في ما يسمى حياة القطيع، واللي يعمل كيفهم، يفكر كيفهم، يعتقد، يأمن كيفهم، يعتقد بنفس معتقدهم إلى آخره. فبالتالي راح يقتل الحدس عنده مع الوقت، وراح يقتل كل شيء جديد في حياته، تولي كل أيامه متشابهة، فيقول يقول سأكون سعيدا لو فعلت كذا، أو سأكون سعيدا لو فعلت كذا. ونحب نحذركم بين قوسين أنه هذا البرنسيب هذا يطال كل جوانب الحياة، يعني حتى في الحياة الجنسية، الناس التعساء في الحياة الجنسية سبب تعاستهم هو هذا المفهوم، هو أنهم يعيشوا حياة القطيع، فيحبوا يقولوا سنجدد أو سنفعل كذا أو سنفعل، وهذا مش صحيح، سني بافغي. الحياة الجنسية السعيدة هي حياة جنسية مكتملة بين طرفين سعيدين. إذا كان عندنا طرف يعمل أو يمارس علاقة جنسية بطاقته، واحد يمارس علاقة جنسية بجسمه، اللي يمارس العلاقة الجنسية بجسمه عمره ما يكون سعيد، لأن الجسم واحد لا يتغير، أما الطاقة فتتجدد كل 24 ساعة. فهمتوني يا جماعة؟ أتمنى تكون وصلتكم الفكرة. فبالتالي قلت الشخص هذا رح يبقى تحت سيطرة القطيع،
وتحت سيطرة مناوراتهم، وراح يعمل في الحقيقة راح يعمل كل ما عمله أسلافه وكل ما يعمله الناس الذي ينتمي إليهم. وفي الآخر مش راح يوعى، يعني لماذا؟ لأنه مثل ما قلت لكم روحه ستنطفئ مع الوقت ويدخل في روتين الحياة ويعيش حياة كئيبة، حياة تعيسة لا تنتمي إليه ولا ينتمي إليها. لما يوعى العكس هو اللي يحدث، راح يرمي كل شيء لا ينتسب إليه، لا يمثله كروح، مش كجسم، مش كتخصص، مش كإنسان، راح يرمي كل شيء لا ينتسب إليه. هذه القيمة لا تمثلني كروح، باي باي. هذا الشعب لا يمثلني كروح، باي باي. هذه الثقافة لا تمثلني، باي. حتى يوجد نفسه عاري، ما عنده أوكين سيبور، ما عنده حتى شيء يتكل عليه، ولا شيء ولا شيء، يعني تو سامبلومون بوحده، هو بوحده ما عنده ولا شيء يقدر يعتمد عليه حتى يتحمل طاقته كشخص. هذا الحالة هذه من العراء اللي يعانيها الإنسان أيام صحته الروحية هي اللي تجعله يعيش بطاقته هو كشخص، مش بطاقة القطيع، مش بطاقة الفئة التي ينتمي إليها. هنا رح يعمل لنفسه مسلك طاقي جديد في الكون، هو بحد ذاته اللي يمبولاريتي، ما يكونش داخل وما يبقاش داخل في وعي الجماعة، هو بحد ذاته اللي وعي متميز متفرد بحد ذاته. في الغالب الناس لما تعيش صحوة روحية يا إما تنفجر، تنفجر يعني تفجر كل مواهبها كل طاقتها تتميز، يا إما تنتحر، واحد من اثنين، ما كاش حل آخر. ولكن الشيء الجيد أنه الناس اللي تعيش صحوة روحية هي كلها أرواح قوية مش أرواح ضعيفة، يعني فكل الناس اللي تعيش صحوة روحية من المفروض أن تخرج بجلد جديد بوعي جديد في كل صحوة، لأن يعني الصحوات ليست واحدة، هي صحوات متكررة. في كل صحوة راح ترمي قطعة من قطع الإيجو الاجتماعي اللي يجعلها تسخر طاقتها فقط لنفسها، وهذا الشيء اللي يجعلها بكل بساطة تدخل أو تخرج من البحث عن السعادة كحالة مؤقتة أو كحالة معينة إلى ماذا؟ إلى التذبذب كروح مع ماذا؟ مع طاقة الكون. فهمتوني؟ يعني تولي تعيش السعادة كحالة ذبذبية بصورة يومية، وتخرج من طاقتها كل الزيادات وكل الشوائب اللي كانت مأثرة عليها. وهنا رح تحذر أو رح تعمل واحد المعادلة غريبة جدا، عجيبة. معادلة هذه تأهلها أنها تدخل في ماذا؟ في نفقها الصحيح، في قناتها الصحيحة، واللي عندها قناة نقلة للطاقة، والطاقة مثل ما تعرفوا تتجدد، هي لا تنقطع. طاقة الحياة طول ما أنت تتنفس عندك طاقة، فطاقتك تتجدد وتتغير في كل يوم. كل ما نقصت الإيجو عندك وخرجت من القطيع، كل ما زدت حفرت هذا القناة بينك وبين المصدر، أو بينك وبين بينك وبين الكون، يعني كطاقة، كطاقة، كطاقة عالية، كطاقة مصدر، يعني مش كطاقة بديلة، لأنه فيه فرق أنك تحصل على طاقة بديلة من شخص ما وأنك تحصل على طاقة من المصدر، هناك فروق كثيرة. السعادة قبل الوعي مؤقتة مشروطة، مؤقتة لأنها ليست حقيقية، هي وهم، لأنها لو جاية من الروح راح تكون دائمة permanent. يعني لما نقول دائمة يعني دائمة طول ما الإنسان حي، دائمة حتى فناء تلك الروح أو ذلك الإنسان كائن البشري.
لكنها وهم، لذلك فهي مؤقتة، يعني محسوبة، محسوبة بزمن الأرض، لأن الكون ما فيش زمن، مشروطة بشروط الأرض كذلك، لأنها دايما محدودة بظروف معينة أو أشخاص معينة، وإذا غابت هذه الظروف ذهبت السعادة مع تلك الظروف. سعادة بعد الوعي هي شيء آخر، هي دائمة، لأنها ليست مرتبطة بالإيغو ولا بالعاطفة ولا بالآخر، هي مرتبطة بذبذبة الروح فقط، مرتبطة بذبذبتك أنت كروح، كرقم طاقي، يعني هي بروسس سيسمح للروح بأن تخرج كأعلى طاقة ذكية موجودة عندك أنت كشخص، أنت مالكها، يعني راح تسمح لك كذلك كبروسس هذه السعادة أن ترى كل شيء في الحياة جميلا، سترى كل شيء في الحياة مصدرا لهذه السعادة، يعني راح تشوف دايما الجانب السعيد والجانب المنير والمضيء من الأمور. وهي دائمة لماذا؟ لأنها ليست مقارنة للحزن، فيهاش مقارنة مع الحزن هذه السعادة، لأنه في الغالب الناس لما يدخلوا في حالة سعادة أو في حالة حزن يقارنوا نفسهم بالوقت اللي كانوا فيه سعداء ويقولوا في ذلك اليوم كنت سعيدا، لكن الحقيقة الشيء اللي انت تعمل فيه هو أنك تقارن اللحظة الراهنة اللي انت تعيشها بلحظة ماضية أقل ذبذبة بكل بساطة. ما فيش سحر، يعني يا با ماجي دون ليستوار كما يقولوا. السعادة بعد الوعي تجعلك لا تقارن حالتك اليوم بحالة أخرى، لا من الماضي ولا من المستقبل، فبالتالي لن تقارن سعادتك مع الحزن، لأنك أصلا مش عايش بالذكريات التي سببت لك الألم. أن السعيد الواعي، السعيد لوغو لوم كونسيون، أن نسمي الإنسان اليوم الإنسان الجديد لأسباب كثيرة، ممكن يجي شي نهار نقولها لكم. الإنسان السعيد أو الإنسان الجديد هو إنسان سعيد واعي، لماذا؟ لأنه يعيش اللحظة فقط، لا يعود إلى الوراء ولا يذهب إلى المستقبل كذلك، يعني ما يسو بخومين با دون لي دو ديمانسيان، ما يحوسش، ما يروحش يتنزه في البعدين، يبقى في البعد نتاعو، في البعد اللي هو عايش فيه. وبالتالي سعادته لا تشوبها لا شائبة ولا زائدة، يعني ما يدخلش في فائض طاقة لأنه طاقته كلها يستعملها، وما يدخلش في حالة حزن لأنه ما يروحش للماضي، وما يدخلش في حالة إحباط لأنه ما يروحش للمستقبل. وكذلك هذه السعادة متجددة لأنها مرتبطة بالروح، والروح هي طاقة تتجدد كالماء الذي تسمعونه الآن في الأوديو. سمعت رقرقة المياه هذه، جميلة جدا خاصة في الليل. تحياتي، سلام.